انا كنتكلم معكم الاب ديال السيده التلميذه مجان سعيده اللي اعتدى عليها داك الوحش من امام المستشفى الاقليمي ديال مدينه خريبله. دابا حاليا راه عند الطبيب الشرعي باش كيدير لها يرجع لها ديك النفسيه ديالها وهذيك الحاله الهستيريه اللي وقعت ليها، لان البنت ولات كتبغى تنتحر لينا، ولات في واحد الازمه ما كنعسوش، من بيت حاضرين معها الليل كامل. هاد البنت هاد المشكل وقع ليها نهار الاربعاء في العشيه الليله اللي قبل رمضان، مع الربعة من ثلاثة الربعة كانت مشات دير الدراسة ديالها في الإعدادية ديال الإمام مالك. الوقت اللي وصلت الحصة ديالها ديال المات عند هذا الأستاذ، دخلات باش دير الحصة ديالها تعدى عليها بوحشية ما خلاش فيها. راكم شفتوا الفيديو اللي واقع عليها كيفاش. وكان من بعد جات البنت للدار ديالهم، خرجت برا تلاحت، ما كاينش اللي يداها فيها لا المدير ديال المؤسسه لا حتى واحد. بقات البنت منشوره تمايا في الخلاء، جاو غير البنات تما من الاعداديه هما اللي ساعدوها، كبوا عليها الماء، رشوا عليها مسكينه تفيقوها، هزوها جابوها للدار. المدير لا يحرك ساكنا، حتى واحد ما داها فيها، ما جابوا لها لا وقايه مدنيه، لا ما عطاوها لا يد المساعده لا والو. وهاد البنت هادي واش ماشي بنتهم؟ وهاد الاستاذ اللي تعدى عليها بهاد الوحشي هادي واش ما عندوش الاولاد؟ واش ما عندوش البنات؟ راه خصو يفكر، راه استاذ ديال التعليم، راه هو اللي خصو يربي الاجيال، ماشي هو اللي خص من يربيه. هاد السيد هذا راه كيجي في واحد الوضعيه، راه ما غتسمعوا الاخبار من جهه اخرى، راه في واحد ماشي استاذ كاع بتاتا. البنت جات نعسات مسكينه، ملي جات من المدرسه نعسات، ما تلاتش قدت كاع، كتقول لنا حنا خافت. الصباح فاقت مشات للمدرسه ديالها، بززنا عليها ما فيهاش كاع مدقدقه. الوقت اللي بززنا تمشي للمدرسه، مشات جات من المدرسه صابت واحد الفيديو في التليفون ديالها، جات عندي قالت لك با، ما قدرتش هي تقولها في الاول، خافت. ملي شافت الفيديو قالت لك با انا راه دابا اللي عطى الله عطى، شو هذا الاستاذ اش دار ليا؟ ودابا هذا السيد حنا كنطالبوا منه نطالبوا الحقوق، جميع الحقوق من عنده، لان تعدى على هذه البنت قاصير بوحشيه وماشي حتى راه ماشي معقول هذا الشيء. ودابا هذه البنت مشيت هزيتها وديتها لعند المدير، وصلنا عند المدير بقى كيراوغ فيا. علاش؟ لان راهوني حتى للجمعه، الوقت اللي كيدير معايا في الاعداديه كنمشي انايا، تيعاود تيقول لك سيدي حتى للجوج وجي، نجي مع الجوج ما تلقاش، كيجيب لي وحدين اخرين تيخليهم لي تما. حتى فاوت عليا الوقت، هو راه داير الخطه ديالو باش يغطي على هذا الحدث هذا باش ما يبانش، لان هذا السيد عنده صوابق اخرى من غير هذا الشيء اللي دار مع البنت. راه كاين فيديوهات اخرين غادي يبانوا من بعد، لان هذا الاستاذ حمق ولا ما نعرفوش، ما كاملش في العقليه ولا ما فهمتش انا كيفاش اللي تعدى على هذيك البنت هكاك. ودابا حاليا الوقت اللي مشيت قلت انا صافي، هذا الاستاذ والمدير ما غاديش نبقاو نمشيو عنده، حتى النهار الاثنين مع السبت والحد ما كاينش الخدمه، غنجيب هذا السبيطار ديال شهاده طبيه ونمشي لعند الوكيل العام. ومن بالفضل ديال السلطه الامنيه دخلوا نهار الحد الصباح، صبحوا في عين المكان، صبحوا مسيطرين على الوضعيه كامله، عيطوا لنا راهم استنطقوا كل شيء، سمعوا لينا كاملين الضحيه وانا والبنت ديالي الضحيه والسيد اللي المتهم. ودابا حاليا راه كنتواجدوا في المستشفى ديال مدينه خريبله عند الطبيب الشرعي باش يكشف على البنت اللي ما بقاتش في واحد الحاله ديالها الطبيعيه. البنت ولات باغا تنتحر، وليت انا كنعين بات في عساس عليها في الليل باش ما تلاحش ليا من شي بلاصه ولا من شي. مرضنا حنا كاملين، لا انا لا امها لا كلشي لا خوتها. هادشي راه عار، هادشي راه عيب، راه ما خصش التعليم يدير بحال ما هكا.